أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب شاهو القرداغي في مقال نشره موقع رسام للدراسات إن هالة التقديس يقلص مساحة الحريات في العراق، وينتظر العراق مستقبلا قاتبا في مجال الحريات وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في ظل توسع دائرة الشخصيات المقدسة، والذي يؤدي بصورة مضطردة إلى تراجع مساحة الحريات وزيادة القيود والعراقيل التي تمنع المواطن والصحفي من إبداء الرأي وانتقاد السياسي وصنع القرار، حيث يتم إسكاتهم بصورة فورية تحت مبررات عديدة في سبيل التمهيد لواقع جديد يتردد فيه المواطن أو الصحفي من ذكر السياسيين والسلطات الرسمية خوفا من الاستهداف والملاحقة القضائية. إن شيطنة الرأي المخالف لم يقتصر على برنامج فضائي أو لقاء صحفي، بل من الواضح أن هناك نهجاً جديداً تعمل السلطة في العراق على انتهاجه لتحجيم الحريات مجدداً تحت عصا المساءلة القانونية ورفع الدعاوى القضائية ضد من يتجاوز الخطوط الحمراء ويكشف الحقائق. فقد نشر مجلس القضاء الأعلى معلومات عن وجود شبكة تمتهن تحوير المفاهيم الدستورية والقانونية لما تصدره السلطة القضائية بتحريك من أجندات دولية بغية إضعاف ثقة المواطن بالقضاء، وبالتالي تصنيف كل من ينتقد القضاء والمؤسسة القضائية بأنه ينتمي إلى منظومة الطابور الخامس والأجندة الخارجية وتخوينه تمهيدا لمحاسبته قضائيا. يتساءل المواطن العراقي عن دور القضاء في الكثير من القضايا الجوهرية التي أثرت بشكل مباشر على البلاد وعلى مصير الملايين من المواطنين، حيث إلى الآن لم يتخذ القضاء خطوات حقيقية حول ملف سقوط الموصل وانهيار القوات الأمنية، والذي أدى إلى تدمير مجموعة كبيرة من المدن لم تتعافى حتى اليوم، بينما المتسبب بهذه الكارثة ما زال طليقا محصنا من المساءلة والملاحقة القانونية، إضافة إلى قضية إخراج مليارات الدولارات إلى خارج العراق وباعتراف الرئيس العراقي، فقد وصل إلى 150 مليار دولار، بينما لجنة النزاهة في البرلمان أكدت أن الرقم يصل إلى نحو 350 مليار دولار دون أي إجراءات فعلية وحقيقية بحق المسؤولين عن هذه الجريمة التي تعتبر عملية نهب منظمة للاقتصاد العراقي. ونبقى مع الكاتب شاهو القرداغي، حيث يشير إلى ملف مقتل العشرات من المتظاهرين، والذي لم يلعب القضاء حتى الآن دوره الحقيقي لمحاسبة القتلة. وفي آخر تقرير للأمم المتحدة ذكرت مؤشرات تدل على ضعف إجراءات المساءلة، وأن الأحكام التي صدرت بخصوص قضايا قتل المتظاهرين لا تتجاوز أصابع اليد، بينما هي بالمئات، ولا تزال عوائل الضحايا يبحثون عن تحقيق العدالة ويشعرون باستمرار الظلم، إذ أن العدالة المتأخرة نوع من أنواع الظلم، خاصة إذا كان المجرم معروفا لدى الأجهزة الأمنية. يبدو أن هناك من يعمل على إعطاء هالة من التقديس على السلطة القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي سيؤدي إلى تراجع وتقليص مساحة الحريات ومنع توجيه الانتقادات إلى هذه السلطة بغض النظر عن أدائها وشيطنة ومحاسبة من يحاول تقييم أداء هذه السلطة ونقدها بصورة بناءة لغرض تقويم أدائها. ونتيجة لذلك سوف يساهم القضاء في تضييق الحريات بدل حماية حرية الرأي وترسيخ الديمقراطية داخل الساحة العراقية. زيادة الرموز المقدسة سواء من الشخصيات والقيادات السياسية أو الدينية
أو المؤسسات والسلطات الرسمية ومحاولة تحصينها وإبعادها عن الانتقاد عن طريق خطاب التهوين واللجوء إلى المحاسبة ورفع الدعاوى القضائية، لن تحول هذه الأطراف إلى رموز محترمة داخل المجتمع، لأن المواطن سيحكم على هذه الأطراف بناء على أدائها، ولن يتردد في توجيه الانتقاد والاعتراض على هذه الجهات والشخصيات والمؤسسات في حال انحرفت عن مسارها كما يجري اليوم. ونقرأ من صحيفة المدى مقالا للكاتب علي حسين يقول فيه: تصريحات بعض السياسيين هل يمكن أن تكون علاجا لمشاكل العراقيين؟ هذه التصريحات والشعارات الرنانة تثبت لنا بالدليل القاطع أن البعض يحاول أن يستغفل الناس ويسرق منهم حتى الحلم بمجتمع آمن مستقر مزدهر. وتعالوا نتساءل، لماذا أصبحت غالبية الناس تكره شيئا اسمه السياسة؟ السؤال لم يعد مختلفا عليه، ووجدنا سياسيين كثيرين بدأوا يتحدثون علنا عن أزمة ثقة بين الطبقة السياسية والمواطن، وتجارب ومهازل سابقة جعلت المواطن يفقد الثقة في كل شيء تفعله الكتل السياسية ومعها البرلمان حتى لو كان صحيحا. في تقدير المتواضع أنه يمكن رصد آلاف الأسباب التي تدفع المواطنين إلى عدم الوقوع في غرام ساستنا، وبالطبع لا يوجد عاقل يقع في غرام هذه الطبقة السياسية. أسباب الجفاء بين المواطن والطبقة السياسية في العراق متعددة ويسهل الاتفاق عليها، لكن هل هناك أسباب تدفع المواطنين لحب ساسة منشغلين بمصالحهم الشخصية؟ أحد الخبثاء لديه نظرية متكاملة مفادها أن السياسيين في العراق تركوا أزمات المواطنين ومعاناتهم كي يؤدبوا المواطن ويجعلونه لا يفكر في شيء سوى الهتاف السياسي أيا كان، بالروح بالدم. وإذا كان ساسة العراق يحاولون الخروج من المأزق الحالي، فعليهم أن يعيدوا للشعب ممتلكاته الحقيقية. يجب أن يعرف العراقيون من يسرق ثرواتهم وأين ذهبت أموال البلاد. من حصل على آلاف الأمتار من الأراضي مجانا في قلب بغداد، من سكن القصور الحديثة، ومن يمنح أملاك الشعب للانتهازيين، ومن يتستر على الفساد، ومن يتاجر في أرواح وأرزاق الناس. يا سادة، نريد منكم قوانين تساعد فقراء هذا البلد، قوانين تساعد المحرومين وتنهض بالشباب، قوانين تمنع سرقة المال العام، قوانين تمنع المسؤولين من تزوير شهاداتهم إذا كانوا حقا يملكون شهادات، قوانين تمنع تحويل المؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خاصة، قوانين تمنع المسؤول من احتكار السلطة إلى أبد الآبدين، قوانين تحفظ حريات الناس، قوانين تحترم عقول العراقيين. نشر موقع ميدل إيست مونيتور مقالة للنسيم أحمد تحدث فيه عن حملات الملاحقة والتشويه للبرلمانية العمالية أبسانا بيغوم المؤيدة لفلسطين والتي اتخذت منعطفا قبيحا، وقال فيه إن حزب العمال يتعرض لضغوط لكي يحقق في حملة شريرة ومعادية للمرأة ضد النائبة المسلمة أبسانا بيغوم. وتواجه النائبة العمالية بيغوم البالغة من العمر 32 عاما منظور عدم ترشحها كمرشحة للعمال في الانتخابات المقبلة. حققت بيغوم وهي من أصول بنغالية انتصارا عام 2019 إنجازا عندما كانت أول مسلمة محجبة تنتخب في البرلمان. ورغم فوزها بمقعد آمن للعمال، إلا أن الثلاثة أعوام التي قضتها كبرلمانية عن المنطقة لم تكن سهلة. فلم تكن بيغوم ضحية الحرب الأهلية داخل الحزب والتي يتهم فيها الزعيم الحالي كير ستارمر بشن حملة شريرة لتطهير الحزب من أنصار الزعيم السابق جيرمي كوربن بما فيهم المؤيدون لفلسطين. لكن النائبة المسلمة تواجه حملة كيدية من أعدائها المحليين. وقال عمران حسين وزير الظل لحقوق العمال في حزب العمال
إن بيغوم واجهت الانتهاكات المعادية للمرأة والعنصرية وإسلاموفوبيا، حيث كانت تقاتل لتبرئة نفسها واسمها من الاتهامات المغرضة. وقال النائب عن إيزينغتون جراهام موريس إن بيغوم كانت ضحية لمحاكمة شريرة مدفوعة سياسيا، والتي أدت وللأسف إلى حملة انتهاك على الإنترنت، وتسببت بضغط نفسي وضيق لا داعي له. وبعد تبرئتها قالت بيغوم لصحيفة الجارديان إن ما تعرضت له كانت محاكمة سياسية. وقالت سارة تشامبيون رئيسة اللجنة المختارة بمجلس العموم للتنمية الدولية إن على بيغوم رفع رأسها عاليا، مضيفة: أشعر بالأسف العميق لما تحملت. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالا لأستاذ التاريخ الدولي في مدرسة لندن للاقتصاد فلاديسلاف زوبوك، أشار فيه بداية إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقاه في احتفالات 9 من أيار السنوية بالانتصار على ألمانيا النازية: نحن لن نتخلى أبدا، متحدثا عن الماضي ولكن أيضا عن الحاضر برسالة واضحة إلى بقية العالم، وهي أن روسيا مصممة على مواصلة وعلق على حربها ضد أوكرانيا. الكاتب أن الحرب تبدو في رواية بوتين مختلفة بشكل جذري عن تلك التي يؤمن بها الغرب، فبحسبه فإن حربه هي عادلة وشجاعة وناجحة. ويقول الكاتب أن بوتين تعلم الدرس ولن يسمح بانهيار نظامه. قوبلت القوات الروسية بمقاومة محلية شرسة بدلا من تدفق الدعم، ولم تتمكن من الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة الأوكرانية. كل هذا لا يغير من الواقع بالنسبة لبوتين، لأن النصر هو النتيجة الوحيدة المقبولة له، ولا توجد نتائج بديلة تناقش بشكل علني في روسيا. تعلم بوتين الكثير من انهيار الاتحاد السوفيتي، وتمكن من تجنب الفوضى المالية على الرغم من العقوبات الشديدة، ولهذا يجب على الغرب تجنب إسقاط مفاهيمه الخاطئة حول الانهيار السوفيتي على روسيا الحالية، السبب في نهاية الإمبراطورية السوفيتية، كما يقول الكاتب، هي السياسات الاقتصادية السوفيتية المضللة والأخطاء السياسية التي ارتكبها الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف وقادت لتدمير البلاد ذاتياً. ويبدو نظام بوتين أكثر استقراراً مما كان عليه نظام غورباتشوف، ولكن إذا تمكن الغرب من البقاء موحداً فقد يظل قادراً على تقويض سلطة الرئيس الروسي ببطء. يعرف بوتين هذا التاريخ بعمق، وأعلن ذات مرة أن زوال الاتحاد السوفيتي كان أعظم كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، وقد بنى نظامه لتجنب نفس المصير. لقد أدرك أن ماركس ولينين كانا مخطئين فيما يتعلق بالاقتصاد، وعمل بجد لمعرفة كيف يمكن لروسيا البقاء والازدهار في ظل الرأسمالية العالمية، واستطاع خلال العقد الأول من سداد جميع ديون الدولة، وكدس احتياطات من العملات الأجنبية كانت كافية لتجاوز أزمة عام 2008. يبدو نظام بوتين أكثر استقراراً، لكن إذا تمكن الغرب من البقاء موحداً فقد يظل قادراً على تقويض سلطة الرئيس الروسي ببطء. تناول تقرير لمجلة الإيكونومست تبني سلاح الجو الروسي تكتيكا غير معتاد لإطلاق صواريخ غير موجهة بدلا من إطلاقها على هدفها بشكل مباشر في أثناء تحليقها، ما يشير إلى وجود خلل ما. وذكرت المجلة أن الطيارين يميلون إلى التحليق على ارتفاع منخفض قبل إطلاق مجموعة كاملة، ولفت إلى أن هذا التكتيك المعروف باسم الارتقاء له بعض المزايا، لكنه يشير إلى أن نقص الأسلحة الحديثة على كلا الجانبين. وطورت هذه التقنية في الأصل من قبل القوات المسلحة الأمريكية في الأربعينيات لإيصال قنبلة ذرية دون الاضطرار إلى التحليق مباشرة فوق هدفها، وتقوم الطائرة بتسلق شديد الانحدار قبل إطلاق قنبلة على مسار تصاعدي، ثم تنحرف الطائرة بشكل حاد بينما تستمر القنبلة في الهبوط على هدفها محققة أقصى مدى
دون أن تصطاد الدفاعات الجوية الطائرة. وتستخدم القوات الجوية الروسية والأوكرانية هذه التقنية لتأثير مماثل، وهي مجهزة بصواريخ يبلغ مداها 4 كيلومترات تم تطويرها في السبعينيات، ويتم إطلاقها بهذه الطريقة في محاولة لأن يكون مداها أبعد من ذلك. وصممت رؤوس الصواريخ الحربية التي تطلقها هذه الطائرات بهذا التكنيك لإحداث تأثير مضاعف، ما يسمح باختراق المركبات المدرعة. وغالبا ما تأتي هذه التقنية على حساب الدقة، حيث يمكن للصواريخ التي يتم إطلاقها في أزواج أن تستهدف هدفا محددا، ولكن الإطلاق الكامل خلال وثب الطائرة للأعلى يطلق صواريخ في الاتجاه العام للعدو، لكن بشكل عشوائي بحسب المجلة. كما أنها أوضحت أن استمرار روسيا وأوكرانيا في استخدام هذه الصواريخ غير الموجهة التي لا تستخدمها الولايات المتحدة وحلف الناتو يظهر مدى ضعف تجهيز قواتهما الجوية. أعلنت الولايات المتحدة عن بدء تنفيذ قانون حظر الواردات المنتجة عن طريق العمل القسري في إقليم تركستان الشرقية المتمتع بحكم ذاتي في الصين. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه اعتبارا من اليوم ستبدأ إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تطبيق قانون منع استيراد المنتجات التي ينتجها الإيغور المسلمين عن طريق العمل القسري في إقليم شينجانغ. وأضافت الوزارة أنها ستواصل مكافحة العمل القسري في الصين، وستعمل على تعزيز التنسيق الدولي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وذكر البيان أن مكافحة العمل القسري في الصين والعالم تمثل أولوية الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى اتخاذ تدابير مثل قيود التأشيرات والاستيراد والعقوبات المالية وضوابط التصدير. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. مشاهدينا إلى هنا تنتهي رحلتنا بين أوراق الصحف، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.